موضوع المحاضرة النهاردة هو الفصل الثالث من كتاب نظرية المحفظة. الكتاب دوت هو أحد مقررات إدارة محفظة الأوراق المالية. النهاردة إن شاء الله هنشرح المحددات مخاطر المحفظة اللي هي موجودة في الفصل الثالث. النهاردة إن شاء الله هنتناول 3 حاجات: كيف تؤثر نسب الاستثمارات على مخاطر المحفظة؟ أنا في حقيقة الأمر هنا عايز أعرف حاجة بنسميها منحنى الاستثمارات الكفء. تاني حاجة عايز أعرف تأثير معاملات الارتباط على مخاطر المحفظة. لو كان معامل الارتباط مثلا قوي مثلا وليكن زائد واحد أو زائد واحد مثلا، دي علاقة ارتباط موجبة، كيف يؤثر ذلك على مخاطر المحفظة؟ طب لو كان علاقة الارتباط قلت، يعني بقت ضعيفة، بقت مثلا 5 من 10، 4 من 10 وهكذا، كيف يؤثر ذلك على مخاطر المحفظة؟ طب لو كان علاقة الارتباط سالبة وقوية، يعني ناقص واحد، كيف تؤثر ذلك على مخاطر المحفظة؟ بعد كده هناخد تأثير نسب الاستثمارات ومعامل الارتباط معا على المخاطرة في المحفظة، يعني على منحنى الاستثمارات الكفء. أول حاجة علشان نتأمل تأثير نسب الاستثمارات على العائد والمخاطرة في المحفظة، أولا عندنا هنا مثال رقمي بيقول لي إن أنا عندي سهم س مثلا وسهم ص، بصرف النظر عن إذا كان محلي أو دولي. سهم س مديني جاهزة العائد المتوقع جاهز والمخاطرة الكلية جاهزة. المخاطرة الكلية هنا مقاسة بالانحراف المعياري، والسهم ص نفس الكلام. وطبعا هنا لتبسيط الحل هنفترض ان معامل الارتباط او التغير هيساوي صفر. طبعا انت عرفت من محاضرات سابقة وقبل ما تبدأ معايا في هذا الجزء لازم ترجع الى اول حاجة قياس العائد على المحفظة، قياس العائد المتوقع على المحفظة، وقياس المخاطرة في المحفظة. قلنا قبل كده ان العائد على المحفظة ده عبارة عن متوسط مرجح. يعني ايه متوسط مرجح؟ انا برجح العائد بتاع كل سهم او كل استثمار بنسب الاستثمار، فهو متوسط مرجح. اما بالنسبة لمخاطر المحفظة، وخلي بالك من هنا حاجة مهمة جدا، ليست متوسط مرجح. مخاطر المحفظة بتتأثر بحاجتين اتنين. ايه الحاجة الاولانية؟ الحاجة الأولانية اللي هي التباينات في المحفظة، تباينات في المحفظة. الحاجة الثانية التغيرات في المحفظة. فإذا المخاطرة في المحفظة ليست متوسط مرجح، ولكن المخاطرة في المحفظة تتأثر بالتباينات، اللي هو المخاطرة بتاعة السهم ألف لوحده، وعفوا سهم س لوحده والسهم ص لوحده، بالإضافة إلى التغيرات اللي موجودة بين السهمين. وهنا طبعا للتبسيط افترضنا ان التغير يساوي صفر علشان تبسيط الحل. طبعا هنا احنا هنجيب العائد، عندنا واو س مش موجودة، دي هنقوم بافتراضها بعد كده وهنشوف هنعملها ازاي. وعندنا واو ص مش موجود. احنا عارفين لو حطينا في واو س مثلا 40% من فلوسنا، يبقى اذا المحطوط في واو ص يمثل 60% من فلوسنا. المجهول اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه هو تغير واو س، وبالتالي تغير واو ص. عايزين نشوف اثر تغير واو س وواو ص على كل من العائد المتوقع للمحفظه ومخاطر تلك المحفظه. الجدول اللي قدامي دوت بنشتغل بيه على افتراضات مختلفة. يعني أول حالة مثلا هنا مفيش محفظة، في استثمار واحد وهو سي، والحالة الأخيرة أيضا مفيهاش محفظة، في استثمار واحد وهو صاد. يبقى في الحالة دي لو حطيت كل فلوسي في واو س، إيه اللي هيحصل؟ أنا هكسب العائد بتاع واو س بتاع س،
وهتحمل المخاطرة بتاعت سي. ولو حطيت كل فلوسي في صاد مفيش محفظة في هذه الحالة، فهنا العائد بتاعي 12% والمخاطرة بتاعتي 15%. لكن تعال نشوف بقى الحالة الأولانية. هفترض إن أنا هحط 90% من فلوسي في السهم س، والباقي هو 1/10 في السهم ص. احنا المعادلتين اللي موجودين معانا قبل كده اللي هي عين س العائد المتوقع للمحفظة، هنضرب اللي هي النسبة 9/10 في عائد السهم س، وهنضرب 1/10 في عائد السهم ص، هيديني العائد المتوقع للمحفظة. وبص كده معايا علشان تبسط الحل. هنا كان العائد 8/10. لو عملت محفظة من واو ومن سين وصاد طلع كام؟ طلع 8/4، يعني زاد العائد ب4/10. وهنا بقى كام؟ بقى 8.8 زائد 4/10. يبقى إذا كل ما اقترب من الاستثمار في واو صاد، إذا إيه اللي بيحصل في العائد؟ العائد بيزيد بمقدار 4/10%. طب هل هذا الوضع موجود عندي في حالة بناء محفظة؟ يعني طبعا أنت عارف المخاطرة في المحفظة، هنا أنا قلت التغير يساوي صفر، يبقى المخاطرة في المحفظة عبارة عن المخاطرة الموجودة، التباين الموجود في السهم س مضروب في مربع النسبة المستثمرة في السهم س، وكذلك أيضا التباين بتاع السهم ص مضروب في النسبة المستثمرة، مربع النسبة المستثمرة في السهم ص. لو جبنا هذه التباين وحطينا التباين تحت الجذر هيطلع 9/10. الذي يجب أن تلاحظوا معايا هنا، بص اللي بيحصل في المخاطرة. العائد هنا بيزيد تدريجيا ب4/10% عن كل محفظة، لكن هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا كان 12، خلي بالك أقل مخاطرة هي السهم س هو 12، وأكثر مخاطرة اللي هو السهم ص اللي هي 15. يبقى إذا تعال نشوف ايه اللي بيحصل لما نعمل تنويع. الانحراف المعياري بيقل، الانحراف المعياري قل ثم يأخذ فيه الزيادة بعد ذلك. يبقى احنا وصلنا إلى المحفظة اللي فيها 70% من مبلغ الاستثمار موجود في واو س، و 30% من الاستثمار موجود في السهم ص. ولو زودنا لو قللنا نسب الاستثمار في واو وزودنا نسب الاستثمار في ص، ايه اللي هيحصل؟ المخاطره هتقعد تزيد 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 وهكذا. يبقى اذا نقدر نقول ان هناك انخفاض. لما اعمل تنويع في المخاطره بتقل حتى تصل الى المحفظه المكونه من 70% من السهم س و 30% من السهم ص. اي محفظه بعد كده او اي محفظه قبل كده هتديني مخاطره اكبر من ادنى مخاطره يمكن الوصول اليها، هي 8.32%. الشكل ده هيوضح لي اللي هو حاجة اسمها منحنى الاستثمارات الكفء. منحنى الاستثمارات الكفء، ادي السهم صاد هو، فهو اكثر عائد وفي نفس الوقت اكثر مخاطرة. اما السهم س فهو اقل عائد وفي نفس الوقت اقل مخاطرة. المنحنى ده عبارة عن ايه؟ بنشوف العائد بتاع السهم ده نمرة 1 عند نسبة معينة. يعني نشوف المحفظة الأولانية والمحفظة الثانية والمحفظة الثالثة والرابعة لغاية ما نوصل إلى آخر محفظة. يبقى أنا دلوقتي هنا هحط كل فلوسي في السهم ص، هنزل بعد كده إلى هقلل من ص يعني شوية، وهقلل من ص حتة صغيرة، واللي هقلله من ص هحطه في س، وهكذا وهكذا يمشي لغاية ما اوصل الى النقطة واو ستار. النقطة واو ستار هنا اللي هي دي نقطة اقل تباين. هتلاحظ قبلها على المنحنى فوق ان المخاطرة اكبر، ولكن خلي بالك
بعائد أكبر. يبقى قبل نقطة واو ستار فوق هنا المنحنى اللي فوق ده، إن المخاطرة صحيح هتزيد، لكن إيه اللي هيحصل في العائد؟ العائد أيضا هيزيد. ماشي. طب نشوف كده النقطة اللي تحت دي، تحت واو صاد. بص كده، أول حاجة المخاطرة هتقعد تزيد لكن بعائد أقل. يبقى إذا النقطة اللي هي موجودة بعد النقطة واو سين إلى أسفل ديت، ده مش منحنى استثمارات كفء. ليه اللي مش منحنى استثمارات كفء؟ لأن المخاطرة بتزيد بعائد أقل. يبقى دي ليست محفظة كفء، لكن المحافظ الكفء بتقع من أول النقطة ص إلى النقطة واو ستار. أي محفظة على هذا المنحنى فهي محفظة كفء. يعني إيه محفظة كفء؟ بتحقق عائد يتناسب مع درجة المخاطرة. يعني ممكن المخاطرة تزيد بس العائد هيزيد، المخاطرة تقل ما هو العائد هيقل. يبقى دي اسمها الأجزاء ده أو المنحنى الصغير ده اللي انا بعلم عليه، اسمه منحنى الاستثمارات الكفء. اي محفظه على هذا المنحنى فهي كفء. كفء يعني بتحقق عائد يتناسب مع درجه المخاطره. اي محفظه على المنحنى اللي تحت واو ستار دي محافظ غير كفء، لانها بتديني عائد اقل مع التحمل بمخاطره اكبر. فلا يمكن عند مثلا النقطة اللي أنا معلم عليها بالماوس دي، لا يمكن اختيار محفظة هنا. ليه بقى؟ أنا عندي بنفس نسب الاستثمارات، عفوا بنسب استثمارات أخرى يمكن الحصول على محفظة أفضل. يعني بنسب استثمارات أخرى يمكن الحصول على محفظة أفضل، هتديني من ناحية عائد أكبر عند نفس مستوى المخاطرة. يبقى إذا الاستثمارات عند المنحنى اللي تحت ده استثمارات أو محفظة غير كفء، أما المحافظ اللي موجودة من ص إلى واو ستار فهي دي محافظ كفء. تأثير معامل الارتباط. طبعا معامل الارتباط دي علاقة إحصائية ما بين المتغيرين، ودي شفناها في المقدمة. راجع المقدمة بتاع مخاطر المحفظة. مخاطر المحفظة طبعا أهم عامل عندي هو معامل الارتباط. معامل الارتباط دوت عبارة عن معامل إحصائي أو معامل ارتباط بتوصل إليه عن طريق الإحصاء، بيقيس قوة العلاقة بين المتغيرين. معامل الارتباط ده هيقع ما بين زائد واحد وناقص واحد. زائد واحد دي أقوى علاقة ارتباط، ناقص واحد دي أقل علاقة ارتباط. أما إذا كانت القيمة صفر فمعناها إن لا يوجد علاقة ارتباط. تعال نشوف تأثير معامل الارتباط على العائد المتوقع من ناحية والمخاطرة المتوقعة للمحفظة من ناحية أخرى. طبعا تأثير معامل الارتباط لن يؤثر معامل الارتباط على العائد المتوقع للمحفظة، لأن معامل الارتباط لا يدخل في حساب العائد المتوقع للمحفظة. العائد المتوقع للمحفظة قاعدة عامة هو عبارة عن وسط مرجح. يعني وسط مرجح؟ بضرب النسبة بتاع الاستثمار الأولاني في العائد بتاع الاستثمار الأولاني، النسبة بتاع الاستثمار الثاني في العائد بتاع الاستثمار الثاني. فين علاقة الارتباط هنا؟ مش موجودة. علاقة الارتباط موجودة فين؟ في المخاطرة في المحفظة. يبقى عايزين نشوف تأثير اختلاف معامل الارتباط على مخاطر المحفظة. نتناول مثلا على سبيل المثال إذا كان معامل الارتباط، معامل الارتباط هو 5/10 مثلا. معامل الارتباط 5/10. معامل الارتباط 5/10 ده معناه ايه 5/10؟ يعني هنا هنعوض في مخاطرة المحفظة. الجزء الاولاني ده عبارة عن الوزن النسبي للاستثمار الاولاني. الوزن النسبي للاستثمار الاولاني اللي هو بفترض ان هو عبارة عن نص فلوسي محطوطة في الاستثمار الاول، والنص الثاني محطوط في الاستثمار الثاني. يبقى خلي بالك لما جينا ندرس معامل الارتباط احنا عايزين ندرس تأثير معامل الارتباط بس. يبقى في الحالة دي احنا ثبتنا الأجزاء المستثمرة في السهم ألف
50 في السهم الاولاني 50 والسهم الثاني 50%. لكن لما نيجي نعمل ندرس تأثير نسب الاستثمارات، فإحنا غيرنا نسب الاستثمارات. وفي الحالة الثالثة هنعمل إيه؟ هنغير نسب الاستثمارات ومعاملات الارتباط معا عشان نشوف تأثير الاثنين مع بعضهم. يبقى إحنا هنا خلي بالك ثبتنا الوزن النسبي لكل استثمار عند 50% في ألف و 50% في الاستثمار الثاني. تعال نشوف المخاطرة. الجزء الأولاني ده عبارة عن المخاطرة اللي بيساهم بيها الاستثمار تي. ضربنا النسبة في المخاطرة بتاعته وربعنا علشان نجيب التباين. والجزء الثاني من المعادلة ده المخاطرة اللي بيساهم بيها الاستثمار ص. ضربنا النسبة في اللي هي مخاطر الاستثمار ص وربعنا عشان نجيب التباين. هذا الجزء هو عبارة عن التأثير المشترك لكل من السهم س وص. فاحنا عملنا ايه؟ هما زي ما احنا شايفين في اتنين تباين، كذلك في اتنين تغاير. ادي التغاير، اتنين تغاير يعني اتنين مضروبين في النسبة بتاع الاستثمار الاول في المخاطرة بتاعته، النسبة بتاع الاستثمار التاني في المخاطرة بتاعته، وكل ده مضروب في معامل الارتباط. بص معايا للارقام في المخاطرة في المحفظة. انت المفروض تعمل هذا الكلام كله مع الحالات الخمسة بتاعت معاملات الارتباط عندي. تعال نشوف لو معامل ارتباط واحد صحيح. بص المخاطرة في المحفظة هي عبارة بيسموها كده في بلغة الرياضة ده مجموع مربعين اللي هي لو كان معامل ارتباط واحد صحيح. المخاطرة 72.5. طب تعال نشوف لو كانت نسب الاستثمارات، اعتقد هنا الرقم مش واضح، معلش ارجع للكتاب حضرتك وشوف الرقم. تعال نشوف لو معامل الارتباط صفر. لو معامل الارتباط صفر هي طلعت 37، اعتقد ديت هتطلع 54.75%. يعني هنا لو عملنا محفظة في حال الارتباط الموجب، المخاطر بتاع المحفظة 72.5، هنا هتقل، هتبقى تقريبا 54 وكسر. بعد كده لو كان معامل الارتباط صفر قلت الى 37. طب لو كان معامل الارتباط ناقص سالب هتبقى كام؟ 19.75. طب لو كان معامل الارتباط سالب واحد، ودي اقوى علاقة عكسية ما بين السهمين، المخاطرة في المحفظة 2.25. ونخلي بالنا المخاطرة في المحفظة في هذه الحالة هي أقل مخاطرة يمكن الوصول عليها. يعني إذا نقول إن معامل الارتباط ده عامل حاكم من العوامل اللي بتحدد المخاطرة، فكلما كان معامل الارتباط ضعيف يبقى إذا المحفظة لها تأثير على، لما أعمل محفظة يؤدي ذلك إلى تخفيض المخاطرة. كل ما يقل معامل الارتباط كل ما تأثير التنويع على المخاطرة يزيد، يعني تقل المخاطرة وتصل المخاطرة إلى أدنى مستوى ليها إذا كان معامل الارتباط ناقص واحد. العلاقات دي بيوضحها الشكل اللي قدامي. أنا عندي خمس معاملات ارتباط، أدي معامل الارتباط الأول ومعامل الارتباط الثاني والثالث والرابع والخامس. حاول تتوصل إلى هذا الشكل، حاول ترسم الشكل ده بنفسك علشان تتأكد من النتائج اللي توصلت إليها. بعد كده عايزين ندرس تأثير التغير في معامل الارتباط ونسب الاستثمار معا على مخاطر المحفظة. هنا تقريبا يعني التمرين ده مشابه للتمارين اللي فاتت. عندي استثمارين س وص، مديني العائد المتوقع جاهز، مديني الانحراف المعياري جاهز، ومديني معاملات ارتباط مختلفة. بيقول لي والله غير نسب الاستثمارات مع كل معامل ارتباط من هذه المعاملات. يعني المفروض نعمل ايه حضرتك؟ تجيب اولا تفترض نسب الاستثمارات زي اللي عملناه التمرين الاولاني مع معامل الارتباط الاولاني زائد واحد. خلصت دي؟ تغير نسب الاستثمارات زي التمرين الاول ولكن تستخدم معامل الارتباط 50%.
وهكذا مع كل معامل ارتباط. المفروض هيحصل جدول زي اللي انت شايفه ده. اول حاجة انا افترضت للتبسيط انه يتم تكوين محفظة بمضاعفات الاتنين من عشرة. يعني هنا في المحفظة الأولانية والمحفظة الأخيرة في حقيقة الأمر مفيش محفظة، ده هو استثمار وحيد. الاستثمار الوحيد اللي عندي ده هيبقى العائد بتاع المحفظة هو عائد هذا الاستثمار، والمخاطرة بتاعت هذا أو هذه المحفظة إذا جاز لينا إن هنسميها محفظة هو المخاطرة بتاعت هذا الاستثمار. لاحظ كده، المخاطرة هي التباين هنا ثابتة في الحالة الأولانية، ماشي، وفي الحالة الأخيرة أيضا المخاطرة ثابتة لأن مفيش هنا استثمار في حقيقة الأمر. تعال نشوف بقى إذا كان معامل الارتباط على سبيل المثال هيساوي مثلا صفر، أنا حاطط هنا جزء من فلوسي في س وجزء من فلوسي في ص. بص كده، العائد المتوقع هو كان هنا 20 هيقل 18، لاحظ كده هيقل 2 كمان يبقى 16، يقل 2 كمان يبقى 14 وهكذا. يبقى العائد هنا هو العائد في المحفظة، كلما اتجهنا نحو الاستثمار في س اللي بيحصل العائد في المحفظة بيقل بنسبة 2%. طب تعال نشوف هل الكلام ده موجود في حالة الارتباط يساوي صفر؟ لا، أنا أقصى مخاطرة هي لو حطيت فلوسي في السهم ص، المخاطرة هتبقى 100، التباين هيبقى 100. لكن إيه اللي بيحصل؟ لو عملت محفظة المخاطرة هتقل، لو عملت محفظة تانية بعد كده ايه اللي هيحصل؟ المخاطرة هتبتدي تزيد. يبقى هنا في منحنى واضح اهو، منحنى في جزء منه منحنى كفء وجزء منه منحنى غير كفء. الجزء المنحنى الكفء اللي هو هيبقى فوق النقطة اللي تدور حول 6% أو 60% استثمار في واو س وال 40% استثمار في واو ص. الكلام ده شرحناه بالتفصيل في التمرين الأول، والتمرين دوت هو مراجعة على التمرين الأول، ولكن مديني عدة معاملات ارتباط. بطلب من الطالب من فضلك استخدم آلة حاسبة للتوصل إلى الأرقام دي، قد أكون غلطان في الحسابات، يبقى إذا المطلوب هنا تصحح لي هذه